مشاهدين، المواجهة بين الولايات المتحدة والحوثيين ستأخذ وقتا طويلا، تأكيد جديد حصلت عليه الحدث من واشنطن وفقا لمتحدثين عسكريين أمريكيين. فإن واشنطن ستتابع ضرب قدرات الحوثيين إلى أن يفقدوا القدرة على الهجوم ويضطرون بحسب الخطة الأمريكية إلى وقف الهجمات وربما الدخول في حل سياسي. التقديرات الأمريكية للأوضاع في اليمن تختلف تماما عن الانطباع الذي يريد الحوثيون أن يقدموه لليمنيين والعالم، فالمصادر الأمريكية تتحدث بثقة عالية عن تحقيق أهدافها من الانتشار في المنطقة. ويذكر أحد المتحدثين أن الحوثيين كانوا قادرين على إطلاق أعداد من الصواريخ والمسيرات بما فيها الصواريخ الباليستية والمسيرات البحرية مقارنة بالهجمات المحدودة اليوم. هذه التصريحات تدعمها الوقائع، فمنذ أسابيع لم يقم الحوثيون بعملية معقدة في البحر الأحمر أو خليج عدن، كما أنهم لم يطلقوا صواريخ ومسيرات باتجاه ميناء إيلات كما في بداية التصعيد. ويعود نجاح الأمريكيين وفق المتحدثين إلى قدرتهم النارية الكبيرة وغاراتهم المتكررة على مواقع للحوثيين وتدميرهم أجهزة الرادار ومخازن الأسلحة. يضاف إلى ذلك القدرات الاستطلاعية للقوات الأمريكية والتي تسير في أجواء اليمن أو تسير في أجواء اليمن عشرات الطائرات الاستطلاعية للقيام بأعمال المسح والرصد ورصد الاتصالات بين مراكز القيادة والسيطرة والعناصر الحوثية. هذا التفوق الأمريكي لم يمنع بعد الحوثيين من محاولة استهداف القطع البحرية الأمريكية قبالة سواحل اليمن، لكنها محدودة ومنفردة بحسب المسؤولين الأمريكيين الذين يعجزون حتى اللحظة من نشر معلومات مؤكدة عن ما تم تدميره من حجم القدرات الحوثية. وهذا الأمر أشار إليه أحد المتحدثين الأمريكيين والذي قال إن واشنطن لا تعرف ما تبقى لدى الحوثيين وما يمكن أن يستعملوه في الأسابيع أو الأشهر أو السنوات المقبلة، لكنها مصرة وفق قوله على البقاء في المنطقة ومواجهة تهديدات الحوثيين. من واشنطن ينضم إلينا مايكل ميروي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك سيد مايكل. يعني عندما يتم الحديث الآن من قبل قادة عسكريين أمريكيين أن الضربات أتت أكلها، هل تبدد بذلك شعور شركات الملاحة بالأمان؟ هل تراجعت أسعار الشحن والتأمين البحري؟ هل كل التداعيات التي جاءت من جراء الضربات الحوثية على البحر الأحمر تلاشت حتى يقول هذا المسؤول أو مسؤولون آخرون بأن الضربات أتت أكلها؟ يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. أعتقد أن هذا يشمل كل ما ذكرتيه من أسئلة، أن ردود الأفعال من الأسرة الدولية بفضل ما قدمه حارس الازدهار من حيث تأمين الاستقرار للسفن التجارية، لكن هذا لم يخفض من قدرة بقاء قدراتها موجودة. ومن خلال كافة التقارير التي اطلعت عليها أعتقد بأن عملية التدخل الضربات التي طالت الحوثيين معظمها كانت ناجحة، لكن هذا لا يعني بالضرورة بأن الخطر بات غير موجود، لأن الحوثيين بمقدورهم أن يستأنفوا شن هجمات كبيرة على سفن والعودة للمربع الأول. أعتقد أن هذا التخفيض هو مسألة يرحب بها من قبل الأسرة الدولية. طيب، لماذا برأيك واشنطن اختارت المواجهة طويلة الأمد؟ يعني بإمكانها أن يكون لديها خطوات وإجراءات وأدوات آنية وعاجلة، على ماذا تراهن في هذه المواجهة طويلة الأمد المكلفة بالنسبة لواشنطن؟ هذه نقطة وجيهة. نعم، إنها عملية مكلفة لأن الأسلحة التي يتم استخدامها من أجل إسقاط الأسلحة التي يطلقها الحوثيون أكثر كلفة، وهي مسألة تسعى الولايات المتحدة لتعديلها من خلال التقدم الحاصل في التكنولوجيا. أما الجانب السياسي الآخر فهو أن الولايات المتحدة قد أرسلت برسائل مفادها بأنها سوف تقوم بإعادة النظر
مسألة تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهاب إذا ما كان هناك أي هجمات إرهابية قد تشن ضد سفن تجارية في خليج عدن وفي المنطقة المجاورة للبحر الأحمر. وأعتقد أن هذا جانب سياسي قد لا يحمل في طياته بعض التأثيرات الكبيرة على الحوثيين، لأن رأينا في السابق ما الذي حدث، لكن هذا الأمر قد يضعف من قدراتهم من أجل شن أي عمليات مستقبلية. طيب سيد مايكل، يعني عندما يصرح الجانب الأمريكي بعدم معرفة المخزون، مخزون الأسلحة لدى الحوثي، برأيك هل سبب هذه التصريحات هو نقص في الاستخبارات الأمريكية؟ ويعني مدى خطورة هذا التصريح؟ وهل يمسح كل الجهود التي يعني كان لديها نوع من التأثير في الفترة الأخيرة كما تفضلت؟ أعتقد أن عندما بدأ هذا الأمر في مطلعه كان هناك افتقار للمعلومات الاستخباراتية، وكان لزاما أن يتم العمل لضمان نجاح الضربات والعمل على إنفاذ المخزون والذخائر التي يستخدمها الحوثيين. لعل فجوة ما كانت موجودة، لكن دائما هناك قد تكون بعض المفاجآت أو الأشياء التي لا نعرفها في وقتها. أعتقد أن هذا قد يكون هو السبب الأساسي في البداية، لكن كان هناك زيادة مضطردة في مسألة جمع المعلومات الاستخباراتية في هذه المرحلة. طيب سيد مايكل، قد يقول البعض، قد يسأل البعض بأنه لماذا واشنطن الآن متيقنة ومتأكدة من أن الحوثي قلمت أظافره؟ قد يكون الحوثي مثلا يستغل ذلك ويوحي للجانب الأمريكي أو الغربي بأنه فعلا الضربات كان لها نوع من التأثير في الوقت الذي يسلح نفسه وأيضا يوفر الكثير من التموين، سواء من جانب الإيراني أو من خلال التصنيع المحلي في ظل هذه الثغرات الاستخباراتية الأمريكية. أعتقد أنه من المرجح أن الحوثيين يفعلون ما ذكرتيه، يسعون لإعادة تسليح أنفسهم، وكذلك أيضا يعززون من قدراتهم التصنيعية للسلاح. لا أعتقد أن قد تكون رغبتهم الآن تنصب في مواجهة الولايات المتحدة أو من يدعم إسرائيل في غزة. لعل هذه الرغبة قد تبددت رغم استمرار الحرب هناك. وحتى أيضا ما يقوله الحوثيون في الآونة الأخيرة عن هذه الهجمات، كلها الرواية قد تغيرت. أن وجود أنظمة سلاح لم تعد موجودة كما كانت في مستوياتها السابقة، وهذا لن يغير في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالحوثيين، لأنه بمجرد حصولهم على منظومات إطلاق صواريخ سوف يعملون على إطلاقها وشن هجمات. وإيران أيضا تقوم الآن بإطلاق وعود للثأر من العملية التي قامت إسرائيل بشنها في دمشق. هذا ما كنت أسأل حوله سيد مايكل، يعني قد تكون ساحة البحر الأحمر مجددا ساحة انتقامية لإيران جراء ما جرى في من الجانب الإسرائيلي لاستهداف المبنى التابع للسفارة، وبالتالي ما إمكانية الحديث هنا عن التأهب الأمريكي والغربي؟ أعتقد أنه يمكننا أن نرى بعض الوكلاء الإيرانيين الذين يقومون بشن عمليات انتقامية على غرار الحرس الثوري الإيراني والوكلاء التابعين في الوقت الذي تنخرط فيه حماس بحربها مع إسرائيل، وحزب الله وبعض المجموعات أيضا في سوريا والعراق التي تقوم برعاية تلك المجموعات. من المحتمل أن نرى انتقاما مباشرا من قبل إيران
ضد إسرائيل وخاصة بسبب الهجوم على قنصليتها. لا أعتقد أن الإيرانيين قد يرغبون بتوسيع نطاق الحرب مع إسرائيل، لكن نظرا لأن الهجوم كان مباشرا ضد بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني، لعل إيران تندفع لشن هجوم مباشر ضد إسرائيل. طيب سيد مايكل، يعني عندما يتم الحديث عن انتظار لتغيير من قبل الحوثي في سلوكاته والجنوح نحو المسارات السياسية والتهدئة، ما إمكانية الحديث عن ذلك سيد مايكل في الوقت الذي يعني تعتبر فيه المعالم ليست واضحة من قبل الجانب الحوثي عن ضرباته المستقبلية أو عن أسلحته؟ ولماذا واشنطن تراهن على مسار التهدئة مع الحوثي؟ هل ذلك راجع لحسابات ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، أم لحسابات بعدم اتساع الصراع، أم في حسابات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني؟ لعل الأمر ينطوي على كل ما ذكرتي. أعتقد بأن هناك آمال بأن انخفاض وتيرة أنشطة الحوثيين قد تبقى مستمرة، لذا قد تكون هناك فرصة من أجل عملية تصنيف المتعلقة بالحوثيين. لكن منظور عسكري ومنظور قيادي قد لا ينظر إلى أن المسألة قد انتهت. سوف يستمر العمل على جمع المعلومات الاستخباراتية وأضعاف أو تدمير قدرات الحوثيين من أجل الحؤول دون شن هذه الهجمات. لكن هناك آمال في المنطقة بأن تستمر حالة الهدوء وأنها سوف تفضي إلى الانتخابات الأمريكية، بحيث لا تكون حالة عدم الاستقرار نقطة إيجابية في سجل أي رئيس يعتلي سدة السلطة، وهي مسألة نرغب أن نراها وأن تكون الأمور هادئة قدر الإمكان، والأمر ينطوي على مزيج من كل النقاط المذكورة آنفا. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مايكل ميلوي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.